الليلة. الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي. صارت الكرة عرضية يا رب. مع شبير في حارس الأهلي يتحدث عن مواجهة الأهلي مع أورلاندو بدوري أبطال إفريقيا. نعم الأهلي يتقدم. الأهلي قرر. الأهلي قرر. والاستعداد لكأس التحدي في بطولة الإنتر كونتيننتال. البارد الأحمر نسر أفريقيا يحلق. وماذا يحتاج المارد الأحمر قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية؟ انتظروا محسن صالح مع شبير في حارس الأهلي على قناة الأهلي.